السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج في المنتصف. في ملفنا الأول نستعرض التطورات في ليبيا، حيث أسفر هجوم جوي على العاصمة طرابلس استهدف مركزا لإيواء اللاجئين أودى بحياة أكثر من 40 من اللاجئين الذين كانوا يحاولون الهجرة من ليبيا إلى أوروبا. وأدانت الحكومة الوفاق في طرابلس الهجوم واتهمت حفتر بالوقوف وراءه، فيما قالت المفوضية العليا للأمم المتحدة والناطق الرسمي باسم موفد الأمين العام إلى ليبيا غسان سلامي بأن هذا الهجوم هو جريمة حرب ولا بد من محاسبة الفاعل والمنفذ ومن سلحه أيضا بهذه الأسلحة التي أودت بحياة المدنيين. سنكون في تغطية هذا الحدث إذن مشاهدين الكرام، لا أعرف إن كان التقرير جاهزا. طيب إذن مشاهدين الكرام، كانت أيضا كثير من الجهات الدولية قد أدانت هذا الهجوم على طرابلس والذي استهدف مركز إيواء اللاجئين في العاصمة الليبية، وكانت تركيا من أوائل من دانا مثل هذا العمل، بل قال الموفد التركي إلى ليبيا آمر الله إيشلر بأن تطرف حفتر في ليبيا يصل إلى حد الإرهاب. وأضاف المبعوث التركي بأن حفتر يسعى لدفع ليبيا نحو التطرف، مشيرا إلى احتجاز قواته أيضا لمواطنين أتراك في محاولة للضغط على تركيا من أجل التوقف عن دعم الحكومة الشرعية هناك. وقال الموفد المبعوث التركي إلى ليبيا بأن بلاده قادرة على حماية مصالحها وحماية مواطنيها في كل مكان. نعود إلى العملية التي استهدفت مركز إيواء اللاجئين من خلال متابعة هذا التقرير للزميل أحمد نور. من جديد يواصل خليفة حفتر عدوانه على عاصمة الليبيين طرابلس مخلفا المزيد من القتلى والجرحى، هذه المرة يستهدف مركزا للهجرة في تجراء بالعاصمة الليبية طرابلس. وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الشرعية في ليبيا سقوط 40 قتيلا و35 جريحا في القصف. وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بأن الهجوم يمثل جريمة قتل جماعي وجريمة حرب تضاف إلى قائمة الانتهاكات الجسيمة ضد الإنسانية من جانب قوات حفتر. بدورها قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إنها تدين بأشد العبارات القصف الجوي الغادر ضد مأوى المهاجرين في تاجوراء. وأعرب غسان سلام الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن إدانته الشديدة لهذا العمل الذي وصفه بالجبان، ودعا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الجريمة وتطبيق العقوبات الملائمة على من أمر ونفذ وسلح هذه العملية بما يناقض القانون الإنساني الدولي وأبسط الأعراف والقيم الإنسانية. كما انضم الاتحاد الإفريقي للإدانة مطالبا بإجراء تحقيق مستقل من أجل محاسبة المسؤولين عن ارتكاب ما وصفها بالجريمة المروعة، وللمفارقة من مجموعة تزعم أنها تريد محاربة الجريمة والإرهاب. فهل سيضع العالم حدا لهذه الانتهاكات ويصنف مرتكبها كمجرم حرب؟ أم أن لحفتر دور آخر مطلوب في تسميم الحياة السياسية في المنطقة؟ إذن استمرار للعمليات العدوانية على عاصمة الليبيين طرابلس من قبل خليفة حفتر، هذا الجنرال الذي ليست له أي صفة اعتبارية في الدولة الليبية، بل أنه يعني في حكم المتمرد عنها، خاصة أن حكومة الوفاق الشرعية المعترف بها من الأمم المتحدة تعتبره مجرم حرب وتدعو لمحاسبته ومحاكمته. فلماذا التعامل مع خليفة حفتر لا يكون بالطريقة المثلى والقانونية من قبل المؤسسات المجتمع الدولي، بينما هو يترك هكذا يأخذ السلاح من دول إقليمية ويقوم بمحاصرة العاصمة الرسمية للدولة الليبية، بل ويقوم الآن بقتل المدنيين هكذا بدم بارد دون أي يعني أهداف عسكرية حقيقية؟
انضم إلينا الآن المحلل السياسي الليبي نزار كريكش. مرحبا بك أستاذ نزار. سيد نزار هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد نزار كريش. كان المنتدى الليبي للتواصل والحوار قد أصدر بيانا في التنديد بعملية خليفة حفتر مساء البارحة، وقال المنتدى بأنه يطالب منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وأصحاب الاختصاص أن يفعلوا دورهم وأن لا يسكتوا على الجريمة النكراء التي استهدفت مركز إيواء اللاجئين. كما حمل المنتدى الليبي للتواصل والحوار المسؤولية الكاملة في هذه الجريمة للمجتمع الدولي بسبب صمتهم تجاه خرق القوانين بكل فجاجة من قبل خليفة حفتر. وقال المنتدى بأن التقنية الحديثة يمكنها ببساطة متابعة الطائرات التي تحوم على الغلاف الجوي للعاصمة الليبية وتدرك من الذي قصف الأهداف المدنية سواء في مركز إيواء اللاجئين الآن أو في الأهداف السابقة. كما دعا المنتدى الليبي للتواصل والحوار حكومة الوفاق وكل القانونيين الليبيين إلى رفع دعاوى قضائية أمام القضاء المحلي والدولي لردع المعتدي ولجمه عن جرائمه. أيضا بالعودة إلى ما ذكرته ليبيا بشأن تجاوزات خليفة حفتر، قال المبعوث التركي إلى ليبيا من أن مسلحي حفتر هم عبارة عن ميليشيات غير شرعية وفقا لجميع القواعد القانونية والدولية. وقال المبعوث بأن سعي البعض لتقديم خليفة حفتر وكأنه شريك في الحرب على الإرهاب لا يلغي حقيقة أنه بدأ في القيام بأعمال إرهابية بعد هزيمة مقاتليه أمام قوات الحكومة الشرعية. إذن يبدو أن هناك مشكلة في الوصول إلى ضيفنا للتعليق على خبر قصف حفتر مركز إيواء اللاجئين. هذا القصف إذن للمركز وهو هدف مدني تماما، ليس في تلك المنطقة أي هدف عسكري ذو بال بحيث أنه حفتر يستهدفه، يعني يعطي إدانة جديدة لخليفة حفتر بأنه يهاجم المدنيين دون أي هدف آخر، وهذا يجعل منه مجرم حرب. ولكن يبدو أن المجلس الأمن حتى الآن ليس في وارد التفرغ لإصدار مثل هذا القانون، فلماذا؟ هذا هو السؤال الذي يسأله الليبيون والحكومة الشرعية على ما يبدو. يعود إلينا الأستاذ نزار كريكش المحلل السياسي الليبي. مرحبا بك سيد نزار. يعني كيف تفسر هذا التجاهل الدولي لجرائم حفتر المتكررة؟ هذه الجريمة على مركز إيواء اللاجئين ليست الأولى التي تستهدف أهدافا مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. في جانب سياسي وفي جانب قانوني في الموضوع. نعم. الجانب القانوني أظن أن فيه تحركات جيدة من الليبيين في الخارج ومن محكمة العدل الدولية ومحكمة الجناية الدولية، وفي تقارير ترفع وفي شهود إثبات، والعملية المحاكمة تجري على قدم وساق. لكن في الجانب السياسي هناك طبعا تباطؤ نتيجة الاختلاف الدول الخمسة في مجلس الأمن. نعم. حول الشأن في ليبيا من جانب فرنسا وروسيا والصين إلى حد ما ترى بأن إمكانية دمج عملية سياسية، ولا يريدون يعني التخلي عن خليفة حفتر. في الجانب الآخر هناك بعض الدول موقفها يعني لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أمثال مثلا بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، لا تزال هذه الدول موقفها ليست صلبة، فبالتالي أصبح مجلس الأمن كله يعاني من سيولة. هذه السيولة طبعا انعكست على الشأن الليبي وأصبح إصدار قرار صعب لأن ما فيش إجماع حول القضية الليبية. ولكن سيد نزار يعني يعني عدم اتخاذ موقف من دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية هو يعني يفسر موقفا آخر، يعني ليس سكوت أمريكا كسكوت أي دولة أخرى، خاصة أنه ترامب يعني تحدث أنه حفتر يشارك في حرب الإرهاب كما قال. لكن ماذا برأيك
يمكن البناء على تصريح غسان سلامة اليوم والذي كان متذمر جدا من العملية التي جرت في طرابلس، وقال لا بد من محاسبة من يقف خلف هذا العمل ومن مول من يقف وراء هذا العمل؟ لا، غسان سلامة يعني بالتأكيد هو منزعج لضرب المهاجرين، لكن تصريحاته دائما يشوفها الغموض، يعني لا يريد أن يعني الأمر واضح. يعني الوزير الخارجية الإيطالي اليوم صرح قال بأن من قام بقصف مركز المهاجرين هي قوات حفتر، فذلك الاتحاد الأوروبي ذكر نفس الكلام. ما عدا غسان سلامة يقول أنه يدين هذه العملية كما يدين ما حدث في غريان، ولا أدري ما الذي حدث في غريان. يعني غسان سلامة للأسف ودور البعثات الأممية، هذه البعثات تأتي في إطار ما يعرف بحفظ بناء السلام وليس حفظ السلام. بناء السلام هو يعني مجموعة آليات تقوم بها الأمم المتحدة من أجل نقل الواقع ووضع أقرب المقاربات، أفضل المقاربات للمتخاصمين السياسيين للحوار ونقل المعلومات لقوة مجلس الأمن لدول مجلس الأمن. لكن يبدو أن البعثة لا تدرك دورها، لا تدرك دورها. فسيد غسان سلامة دائما غامض في حديثه، لا يريد أن يرفع الواقع بشكل واضح، يدين بدون تحديد من، يعني يتحدث عن الفعل ولا يتحدث عن الفاعل، يساوي بين الجلاد والضحية، يحاول دائما أن يقترب من طرف على حساب طرف آخر، لا يضع سياسة واضحة لإنهاء الحرب، ويضع سياسة يقوم بها أي وسيط في هذه الدنيا. ليس لا يعرف التاريخ أن الوسيط مجرد هو إنسان حكيم ويطبطب على الأطراف المتصارعة فقط، هو يجب أن يستعمل العصا والجزرة وأن يكون له سياسة واضحة. يعني هو لم يستخدم فقط إلى الخطاب الغامض الذي يعني يمكن أن نفهم من حديثك الآن أنه يشجع حفتر على استمرار جرائمه. هو لو استمر بهذا الطريقة، أي مش حفتر بس أي واحد يستعمل عنف في ليبيا سيغرى بوجود حامل وديع لا يعرف كيف يتحدث في الأزمات الدولية. يبدو أنه لم يعش أزمات دولية حقيقية، يقال أنه اشتغل في العراق، لكن حتى لبنان لا أظن أنه كان له دور الكبير في الوساطة في لبنان، فهو مجرد أكاديمي جاء من قلب الأكاديمية إلى وسط السياسة فأفسد، وأظن أنه يجب أن يرحل عن ليبيا، لأنه لا يدرك، ليس فقط لأننا نتحدث عن مؤامرة ولا علاقات بالإمارات ولا كذا، هو لا يدرك ما الذي يفعله. يعني لو قارنت، أنا درست يعني قابلت ناس بأحد المبعوثين الأمميين في كمبوديا، الفرق واضح في الحديث وفي الطريقة وفي التعامل مع الأزمات، هناك صورة واضحة. لكن البحث الأممية في ليبيا لم تؤدي دورها، وهي معول هدم ولم تنجح بهذه الطريقة. طيب، يعني يبدو أن هناك انزعاج وإدانة كبيرة من الدول الإقليمية والعالمية، على الأقل يعني الدول التي لا تسير في فلك من يدعم حفتر. يعني رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فيكي قال لا بد من إجراء تحقيق مستقل من أجل محاسبة المسؤولين عن ارتكاب ما وصفها بالجريمة المروعة بحق المدنيين والتي وقعت على مركز لواء اللاجئين. كيف يمكن الآن لحكومة الوفاق أن تستغل هذا السخط الدولي من أجل تجريم حفتر؟ هي دعت الآن كما في الأخبار التي نقلتها وكالة الأنباء، دعت مجلس الأمن للانعقاد ومناقشة ما جرى في طرابلس. طبعا يجب أن نعلم بأن قضية المهاجرين والإساءة إليهم بهذه الطريقة هي أحد القضايا الدولية، ليست قضية سهلة. لأن يعني على الأقل بالنسبة للأوروبيين يعتبروا أنفسهم مسؤولين عن هؤلاء المهاجرين، إنهم هم في الأصل جاء يهاجرون إلى أوروبا، فأي مثل هذه الإساءة لهم يعني تهز المجتمع الأوروبي. ورأينا مثلا في أخبار من قبل بيع المهاجرين غير النظاميين أو المتاجرة بهم، يعني ضجت الصحافة الأوروبية، فالعمل كبير جدا. لذلك الآن حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي يعني يؤكدون يوم بعد يوم بأن هناك جرائم حرب تحدث في ليبيا، وأن هناك ميليشيا تحاول استغلال ما يحدث في ليبيا لمكاسب سياسية تخالف كل القوانين. فنحن يعني أظن أن فيه إجراءات واضحة وصريحة يقوم بها المجلس الرئاسي، وكذلك قضايا رفعت وشهود إثبات موجودين، فهذا سيعزز هذا النشاط من المجلس الرئاسي. طيب سيد نزار، يعني العملية هذه التي استهدف فيها حفتر هذا الهدف المدني في طرابلس، قبلها شاهدنا وهو يفاخر ب يعني اعتقال رجل كبير في السن
يعني ينتمي للجنسية التركية. هل هذا تفسير على أن الرجل فقد تماما الأهداف الاستراتيجية وبات فقط يحاول الثأر لكرامته؟ هو في فوضى، يعني في فوضى واضحة في 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 في, في كافة الأطراف، وطرف المحتجي على طلب بس يعني يعاني من فوضى، لأنه لا يوجد غرف تحكم ولا يوجد أصلا إدارة حقيقية للعملية. يعني ممكن في المستوى التكتيكي موجود يعني أثناء الحرب في حد ذاته، لكن استراتيجية كبرى لا تتوقع أن هناك عمل كبير. لذلك هي المسألة اعتمدت عملية التعمية على طلب حل الإعلام من أول يوم إحداث أي حالة ضوضاء تظهر أن العملية قوية، تظهر أن العملية متواجدة وأنها قادرة على التأثير وعلى النيل من الخصم الآخر. هذا يعني ضيبنهم من أول يوم، فهذا يندرج في هذا. لذلك حتى الضربات تكون في 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 أماكن مدنية لإظهار، لأن أنصار الطرف حفتر هم يعني بسيطين في تفكيرهم، خاصة الخلايا النائمة في طرابلس، فكل ما شعروا بتواجد شيء من الجلبة الإعلامية يشعروا بأنهم لا زالوا في المشهد. وهذا طبيعة الميليشيا، الميليشيا لا تبحث عن أهداف استراتيجية، الميليشيا تبحث عن البقاء فقط لا غير. تبحث عن البقاء وتبحث أيضا عن إسقاط الدولة والانقلاب على ثورة الليبيين التي قامت من أجل الديمقراطية والعدالة والمساواة. أشكرك جزيل الشكر أستاذ نزار كريكش على مشاركتنا في هذه الفقرة. إذن مشاهدينا الكرام، حفتر يواصل جرائمه في طرابلس، استهداف مركز للاجئين أفارقة كانوا يحاولون البحث عن حياة جديدة في أوروبا، ولكن الرجل عاجلهم بقصف استهدف حياتهم. في أيضا التنديد على هذه العملية، كان الاتحاد الأوروبي قد دعا لتحقيق دولي تجاه ما جرى، كذلك اعتبرت الخارجية القطرية أن قصف مركز اللاجئين في طرابلس يمثل انتهاكا سافرا للقوانين الدولية التي تحمي حقوق الإنسان، وطالبت خارجية قطر بتحقيق دولي لتحديد المسؤولين حول خلف هذا الهجوم. كذلك تركيا أدانت هذه العملية أيضا. فاصل قصير ثم يصحبكم الزميل حسين أبو شمالة في جولة الصحافة.